لما احرقوا دار النبوة والهدى، وعليك يا أمه قد هجم العدا، وجنينك الغالي هوى متسربلا ثوب النجيع مسارعا نحو الردى. كسروا بضلعك يا بتول أضلعا، وعدوا على حرم الإمام المقتدى، وزعرت في وجه الثعالب لبوة، وفديت دين الله وقد عز الفدا. ولدي ثعالب، ما تدري انت هل جاري على امك قليل، واذا بها تقول ولدي حبيبي يا حشاشة مهجتي، سترى غدا بالطاف عينك ما أرى، وقساوة المسمار سوف تذوقها سهما بقلبك إذ يفجر أنهرا. وحسين لولا احتراق الدار ما احترقت لهم في الغاضريها بعد، ولسوف يرفع رأس رمح أسمرين رأسا عليه العرش حزنا كبرا، وخيول هند سوف تطحن أضلعا من صدرك الملقى على حر الثرى. يا ابن اللي رفس بطنه بيتربع على صدره، أم حسين طيحت أهوين من طيحتك عن مهرك، رغم عذري حجيت وياك لكن لاختك ايش عذرك اذا ما سمعت جوابك يوم تحط العدوان. الله الله صوتك وياي اعلى اعلى يا شباب. يوم الدار يا ولادي ما هو اشد من الاطفال، أخو لطمة خد تلقاها حجر يرميها بوتوف، يصك بجبهتك وتحاول دمك تنزف وتشوف، وجيك السهم المثلث يفتت قلبك اللهفات. تقول له بعد ما توقع من حصانك يجي كفر بدون احساس، يتربى على صدرك يخمد منك الانفاس. اين المنادي وحسين يخمد منك الانفاس، يظل يغبر وداجك وعن جسمك يشيل الره. حسين حسين يا يا حسين ودعت أولادها، لبستهم جديد الثياب، امضيا لزيارة قبر جدكما بوحدكما، مضى الحسنان متعلما. ليش امنا ما جت ويانا؟ قال لك تعبانة يا اخوي متعلمة، خلنا نزور وبسرعة نرجع. الزهراء اغتسلت لبست جديد الثياب كهيئة الكفن، صلت لربها رفعت يديا تدعو لكم ما تنساكم، تجزيكم ثواب التعب تعبناكم هذه الليلة، أخذنا من وقتكم إلى الآن ساعة تقريبا وأنتم تبكون وصابرون. يا الله إلهي بحق أبي محمد وشوقه إليه
الحق. وين اللي عنده مريض؟ ادعوا بهالدعاء يا شباب، أنا دعاء الزهراء مستجابة بحق بعلي علي وحسنك علي، بحق أولادي وبنات الفاطمية وتلهمن وتحسرهن. عش تريد ادعي على أعدائك. قالت أن ترحم وتغفر للعصاة من أمة أبي وشيعة بعلي. أكملت حديثها، يعني إذاك تتمدد شوية، أنت تعبان هالدقائق اللي إذاك توقف في وسط المسرح وقت وفاة الزهراء، احترام لها مثل ما احترمت الحسين ورسول الله وأمير المؤمنين. لا تقصروني يا الزهراء رجاءنها، ما يحتاج كل مرة أبينها. وإذا بها أكملت دعاءها خارت قواها، بانت الصفرة على وجهها. هي راعي الحمية، ايه لا حد يبقى برا داخل، نساء صغار كبر، هم تتمددون تعبانين انتو. واذا بها وجهت وجهها ناحية القبلة، عرق جبينها سكن انينها، اين المنادي وفاطمة؟ يا زهراء سوت ما عندها حد يمدد ايديها ولا يسدل الرداء عليها. قامت هي مدت يدها، مدت رجليها، دارت بوجهها الى القبلة، ساعة مالت رقبتها. انقطع نفسه، غارت عيناها. يا مؤمنين، أمنا الزهراء تفارق الدنيا، آه آه، وفاضت روحها. يا زهراء، أيوة فاطمة ومصيبته. يقول دخلت عليها أسماء، يوم ما سمعت الكلام اتنين توقف وتوقف وتجلس ويجلس، لازم أجنز أنا على الزهراء وأقرأ كم بيت وإلا يصير مأتمنا ناقص. جاءت تكلمها وإذا الزهراء بأبي وأمي ممددة لا حراك فيها. أويلي، دخلت عليها وبالمدامع حملت العين. جلسوا إخواني جلسوا، بس خمس دقائق ثلاث دقائق اللي يصير، يلا يلا. دخلت عليها وبالمدامع حملت العين، يقول ميتة والله ميتة، ميتة لقتها مسبلة اليسرى باليمين، خرت تصيح اشكارتي ويا الحسن وحسين، عنك يسألوني ونداء يبفار. آه يا زهراء رجاء، آه الباب ردت والقلب يسعر وقيده، ترتقب حامل جار والزاكي وعضيده، يقولوا لن الحسن لازم يمين حسين بيده، يسأل عن البضعاء وشاف الدمع بادي. آه يا زهرة، آه يقول عن أمنا يا أسمى خبرين حالها شلون. ليش يسألون عن أمهم؟ ما يسألونهم عادة، لأن الحسن يقول للحسين، يقول لك كانها طابت يا أخويا الوالدة من كثر ونها، ما نسمع حتى ون اليوم. عن أمنا يا أسمى خبرين
حالها شلون نامت نامت تقل قال هالسما يناموا فليبكي على الزهرة ما انتو سمعتوها يبكي على الزهرة انتو اولى تبكون على الزهرة نامت تقل قال هذا هم واحد ثاني خمس سنوات يا ولد يبكي على نامت تقل قال هالسما يناموا قالت فعلها الدهر يا نور العيون قالها بخبريني على الزهرة اجسادي آه آه يا زهرة آه بارك الله بكم يا أولاد يقول افتحي لنا الباب اسمعوا هالكلمة قالت خليوها نايمة لا تزعجوها يا حسن يا حسن تعرفوا يلا اللي نامت أمكم استراحت من الونة قال الحسين اسمع شو تقولين انت كسرت قلبي ان احنا نزعجها ترى امنا اذا تشوفنا حتى لو فيها عنا تسكت عنا ترتاح لرؤيتنا قالت لعني عندي حل ثاني شنو الحل الثاني قالت اضع لكما طعام تاكلان الى زين يجي ابوكم علي بعدين افتح الباب واذا الحسين ينظر بغضب الى اسماء اسماء انت شبيش اليوم اسماء انت رابيه ويانا في البيت اسماء بالله عليك البارحه واحنا جالسين مع الطعام على امي على الطعام ما شفت امي تؤكلني بيدها مو امي اللي تطعمني بعينها تريدين ناكل امنا مي ويانا يا عزم افتحي لنا الباب تقول والله ما رأيت بدا من جوابهم والي فتحت الباب النجيب والدموع مبددة ودخلوا أولاد الزكية ولنها وسفا مددة الله البيت قاسي يقول ما قمت رحتوا يا شباب مو أكثر من ساعة أخذنا الليلة بعدكم تبجون واضع ايد على خدها اوساد ماهي موسدة بارك الله بهالدموع تستاهل الزهرة اكثر يا حبيبي ايه تستاهل اكثر الدمعة والحسرة هاي شفيعتنا ماكو مصيبة على اهل البيت اعظم من مصيبة الزهرة في كل شيء كل وقت يذكروا اسم امهم ومصيبة امهم يا حبيبي دخلوا عليها يقول دخلوا اولاد الزكية بدمعها مال ميتة لقوها تعفر السبطين بالحال والله خروا عليها واحد يمين وواحد شمال ويلي الآن بيت الدعاء واحد ما أزيد عليه يقول خر الحسن على صدرها ليش أمنا نايمة هالوقت وحاطة الرداء على عينه وأسمى واقفة تريد تشوف شو يسوون الحسين على الحسن على الصدر والحسين احترام لأخوه واقف أمه حبيبتاه ما أسمع لك ونيني دائما تحيينا إذا دخلنا عليك الآن أنت متعبة نائمة لكن جينا يا أم قومي قومي ضمينا ما سمع جواب زين تقول أسماء كسر قلبي الحسين دون الحسن الحسين ليش تقول ما حب يزاحم أخوه يوقع على صدرها وين وقع قالت وقع على رجل أمه الممدد يقبل أصابع أمه ورجل أمه حبيبته كلميني الحسين يتكلم قام الحسن رفع الستار عن وجهها وإذا شوف وجهها مائل إلى القبلة وعينها غائرة إلى السماء ولا نفس فيها
صح خويا ماتت عزيزتنا يا الحسين. ايه ابكوا 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 اشكوا علي عند الزهرة يوم القيامة، قولوا بتعبنا طول علينا. ماتت عزيزتنا يا الحسين، خلنا يا خويا على الزهرة نغمل العين. قال له اخويا ابو علي يا ابو محمد، انا اقول لك ما ماتت، امي ما ترد الي جواب، اذا اسال من اشياء ما عمرها ردتني. قال لي ابوي يا اخوي بعشر تقول راحت امنا ماتت. قال لي اسمعني، قال لي اعطيني مجال اجي عند صدرها. قال لي تفضل تعال. اجى عند الصدر، شنو يقول لما اسمع شو يقول؟ فتح باعه، عاده اذا يفتح باع الزهره تفتح باعها، يصيح محلى الوالده لا ضمت ولده. محلى الوالده لا ضمت ولده، يا يما يقولون الولد قطعة من كبده، يا يما تدرين العيش ما يحلى بعدها. تعوف الدار هل بيها سعدها، يا زهرة إلهي بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. ما قمتوا تستنوا الدعاء؟ بارك الله بيكم.